هذه ما شاء الله تبارك الله اللي هي زجاجة معلقة مغلقة، شوفوا النبات كيف داخلها سبحان الله مع الفلات موس. طبعا هي زجاجة ما هي واضحة كثير في التصوير ولكن جميلة جدا ما شاء الله. شوفوا الجذور كيف البراعم حقت النبات تحت، هي ما شاء الله تبارك الله تحفة معلقة. وهذه ما شاء الله تبارك الله وذكر الله واجب اللي هي كذلك بوتس عملاق مجذرة ما شاء الله تبارك الله في الماء، شوف ساقها في حال قلنا ان احنا ندعمها ما شاء الله تبارك الله بدأت تتسلق معنا. وهذه الزجاجة ما شاء الله سويناها ولكن ما هي واضحة مع الرطوبة، جميلة جدا شوف كيف جذور النبات سبحان الله في الجمال ما شاء الله تبارك الله كيف النباتات داخلها. ترى هي للمعلومية وذكر الله واجب هي كانت فازة فازة واقفة كذا ولكن ما كنت مستفيد منها، شوفوها مفتوحة من هنا وضعنا داخلها النباتات ما شاء الله تبارك الله وبدأت تجذر وبدأت تنمو داخل هذه الزجاجة جميلة جدا. للأسف مع الرطوبة ما هي واضحة.